بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في تغريدة اليوم. وداعا رمضان، أيام مباركات أذنت بالرحيل وأوشكت على الزوال. موسم الخيرات يودع المسلمين. كم من حي لن يعود عليه رمضان، وكتب في أهل القبور فأصبح اليوم مرهونا بما يعمل. قال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. والعاقل من اغتنم بقية لحظاته فأشغلها بالعبادات واغتنمها بالقربات، ومن كان في شهره منيبا وفي عمله مصيبا فليحكم ما بناه ولا يهدمه بالخطايا. أنا أحمد ربي نشكر تذبذب خلقي أدي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديث أدي قال: أحبب ما شئت فإنك مفارقه. بعد هذه الأيام العاملة في ذكر الله عز وجل، أنطلب ربي أن يجعل شهر رمضان شهر مبارك في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتجعل البادرة المدرسة إلى أمنا أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجعل بقى ذيك استفادة في شهر رمضان، ويجعل أن دوما في طاعة بعد رمضان، على خطر مسلم وتقارن من علامات قبول شهر رمضان أنه أمذان ذي دوم على الطاعة بعد رمضان. نوضر تقرن شهر رمضان، وإن كان المؤمن الحقيقي يعز عليه الفراق، المؤمن الحقيقي وين يسرون على خطر شهر رمضان يكفى، بخلاف الفاسق أنا المجرم أنا العاصي، أتدف بمجرد ما يكفى رمضان، أتدف ذي ليلة العيد يغال المظاهر السلبية الذي يسق بالرمضان، أتدف ذي قنا المسكرات، أتدف ذي قنا الخمر والعياذ بالله، وهي علامة من علامات الخذلان عندنا العلماء. عيد الفطر المبارك فرح واجتماع وبهجة وشكر لله على إتمام شهر الخير بصحة وأمن وعافية بمنه وفضله. لا تنسى أن تصفح وتعفو وتسعد أهل بيتك وأبنائك وتزور أقاربك وأرحامك وأصدقائك، فهو عيد تصفو فيه الأنفس وتسعد ويعلو فيها أصوات التهاني بكل عام وأنتم بخير. فكل عام وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وفي ختام شهر رمضان تشرع زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث، ويجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من يوم العيد طعمة لإخواننا المساكين والفقراء، ويستحب إخراجها عن الجنين، ويستحب إخراجها حين الذهاب إلى صلاة العيد. شرعنا الله عز وجل في نهاية هذا الشهر الكريم لثقر الشهرق عدة عبادات. من العبادات اللي شرع الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوث العبادة سميس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طهرة للصائم وطعمة للمساكين. العبادة يجي هي زكاة الفطر، وجبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمة ينزلي ثقارا شهر رمضان أكد طهر الصائم من الرفث ومن الفسوق. أم ذات سفق في نهاية هذا الشهر قبل صلاة العيد. ومن الأشياء التي شرع الله عز وجل في نهاية هذا الشهر الكريم أنه أمذان الذي كبر الله عز وجل. سياق التكبير اللي يسنغر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عديدة، ولكن الإنسان يختصر على أدناها أدقال مستوى، ما يختصر الند الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يويد التكبير اللي وصف الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فرحة العيد وسرور بالعيد بتقبل الأعمال الصالحة، ويشرع التكبير من ليلته إلى صلاة العيد. وكان من هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج إلى صلاة العيد كان يخرج في أجمل ثيابه عليه الصلاة والسلام، وقبل خروجه عليه الصلاة والسلام يأكل التمر
وإذا خرج إلى المصلى من طريق عاد من طريق آخر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم ممن إذا أعطيتم شكرتم، وإذا ابتليتم صبرتم، وإذا أذنبتم استغفرتم. هؤلاء الثلاثة هي عنوان السعادة، تقبل الله منا ومنكم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.